مشاهدين متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى في مباشر جديد في الجولة الليلية الصباحية. الآن خليكم خلالها تشوفوا الأجواء الصباحية بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية. كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي الجولة الليلية اللي كناخدكم فيها من خلال قناة شوف تي في، ومن خلال انكم تفوجوا تشوفوا مناطق اللي لا يمكن رؤيتها بعد هذه الظروف ديال جائحة كورونا كوفيد 19. إلى هنا نأتي لنهاية هذا المباشر، نقول لكم من خلاله بلاصة بكثير مباشرة وكيفاش دايرة. شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.